في ذكرى يوم الأسير الأردني وذكرى صفقة وفاء الأحرار وانطلاقة فريق فداء، تدعوكم الحملة الأردنية الشبابية لنصرة الأسرى وفريق دعم الأسرى الإعلامي فداء إلى مهرجان الاستبشار بوفاء الأحرار. يحيي المهرجان الفنانين قاسم النجار وشادي البوريني من فلسطين، ويشارك في المهرجان الشاعر سائد العجيمي والفنان عبد الرحمن القريوتي وفرقة نغم بلادي، وذلك يوم السبت 1/11/2014 عند الساعة 3 عصرا حسب التوقيت الشتوي في الساحة المجاورة لفندق الريجنسي. ترقبوا مفاجآت المهرجان.